ينضم إلينا من باريس المحلل الرياضي السيد فاروق خليف. صباح الخير سيد فاروق، وجولة جديدة من جولات دوري أبطال أوروبا اللي بتشهد مجموعة كبيرة من المباريات، لكن طبعا أبرزها قمة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان. شايف هذه المواجهة إزاي، خاصة بالنتائج المتواضعة للفريقين حتى الآن والتي لا تتناسب مع تاريخهم؟ صباح الخير. نعم، هي مواجهة يمكن أن نصفها بأنها مقابلة أو ممنوع القسم على اثنين، يعني الفريقين في وضع ربما محرج نوعا ما، ولو أنه فريق باريس سان جيرمان عليه بالتدارك إن أراد التأهل في هذه الصيغة الجديدة من دوري الأبطال. مشكلة باريس سان جيرمان في المباريات الأخيرة، خاصة في دوري الأبطال وأيضا مباراة أبرزها مباراة أتلتيكو مدريد، أنه يخلق العديد من الفرص لكن لا يسجل. هذا ما يعاب على المدرب لويس أنريكي في العمل الهجومي، غير أن الانتقادات طالت حارس المرمى دوناروما الذي فتحت نقاشات هنا في فرنسا عن مستواه. لماذا دوناروما لم يكن حاسما لما يحتاجه البي اس جي؟ هكذا وصف الإعلام الفرنسي حارس باريس سان جيرمان الذي لم يكن حاسما في مباراة أتلتيكو مدريد. النادي البافاري بالمدرب الجديد فانسون كومباني يحاول أن يجد معالمه طبعا حفاظا على تاريخه واسمه في الساحة الأوروبية. الباير يملك 6 نقاط طبعا في هذه المواجهة، ليس بالكثير مقارنة بما فقده من نقاط. أما باريس سان جيرمان، قلت لك بأن المباراة هذه ربما ستكون الديكليك أو بداية انطلاقة مع عهد جديد من الانتصارات. المواجهة ستكون قوية وقوية جدا. طيب، سنة 24 من أكثر السنين اللي الغيابات بتؤثر فيها على الفرق العالمية، ما هي أهم غيابات اليوم من اللاعبين وكيف قد تؤثر على نتيجة المباراة؟ أولا، النادي الباريسي سيغيب رسميا لوكاس هرنانديز وأيضا مايولو، بينما بايرن ميونخ سيفتقد للألماني بافلوفيتش وأيضا بالينا، هذا اللاعب أيضا سيغيب عن هذه المباراة. هذه الغيابات أكيد لن تؤثر بالشكل العام على مستوى هذه المباراة المنتظرة في أليانز أرينا. المدربين كومباني ولويس أنريكي يملكان الأسلحة للفوز بهذه المباراة. أعتقد بأنه الجانب التكتيكي سيلعب دور في هذه القمة، وممكن النادي الباريسي ستكون الانطلاقة من هذه المباراة، لأنه ممنوع عليه فقدان النقاط في هذه المرحلة الحساسة والنسخة الجديدة من دوري الأبطال. يبدو أنها مواجهة حياة أو موت اليوم، لكن هناك أيضا مواجهة منتظرة تجمع مانشستر سيتي مع فاينورد الهولندي، ومان سيتي يمر فترة عصيبة بعد سلسلة من الهزائم، 5 هزائم في آخر 5 مباريات. كيف ترى هذه المباراة، وهل يستطيع مان سيتي أنه يتخطى هذه الأزمة ويحقق انتصار بعد 5 هزائم؟ أولا، مانشستر سيتي منذ 2017 لم يواجه نورد وكان قد تغلب عليه في دوري الأبطال آنذاك، لكن نقطة الاستفهام تطرح عن تراجع رهيب لمانشستر سيتي. هل هو بسبب غياب رودري؟ لا أعتقد بأنه هذا الأمر هو الذي جعل السيتي يفقد هيبته، خاصة في آخر 5 مباريات لم يحدث وأن خسر مانشستر سيتي تحت قيادة غوارديولا 5 مباريات على التوالي في جميع المسابقات. بدأ الحديث في محيط مانشستر سيتي عن تدعيم الفريق بأسماء كبيرة. ما يعاب الآن، فتح النقاش لماذا غوارديولا لم يجدد الدماء في هذا الفريق. البعض يرى بأنه
على جوارديولا إن أراد الحفاظ على النسق العالي لمانشستر سيتي الذي ينافس على كل الجبهات، كان عليه أن يجدد ببعض الأسماء. هو فضل الاستقرار على هذه التشكيلة لأنها تجاوبت مع طريقة لعبه التي أحدثت ثورة في كرة القدم في 15 سنة الأخيرة. المباراة ستكون صعبة لأنه بدأ الشك يدخل في لاعبي مانشستر سيتي. بالمقابل فينورد سيحاول أن يستغل هذه الوضعية، وأيضا مشكلة مانشستر سيتي لما يواجه فرق تلعب هجوميا بطريقة جيدة يجد مشاكل. مع توتنهام 4 أهداف في ملعب في معقله الاتحاد، هذا أمر غريب جدا، وربما فترة فراغ. يعني هناك احتمالات وعديد الآراء والنقاشات حول سبب تراجع مستوى مانشستر سيتي سابق لأوانه، وربما الحديث عن غوارديولا بقاؤه أو لا لأنه جدد مع النادي الآن. هل ستكون مرحلة فراغ؟ متى ستنتهي هذه المرحلة؟ ننتظر ربما سهرة اليوم أو في المباريات الدوري. مانشستر سيتي سيغيب عنه المدافع المحوري دياز، وأيضا كوفاسيتش الذي يحتاجه غوارديولا هو أيضا سيغيب، لأنه رودري هو محور أو مركز الثقل إن صح القول في مانشستر سيتي، أفضل لاعب في العالم، صاحب الكرة الذهبية. وأيضا غياب اللاعب طبعا رودري، كوفاسيتش، وأيضا دياز، هذه أبرز. إذن هي غيابات تؤثر استراتيجيا على عمل المدير الفني غوارديولا. لكن ننتقل إلى موقع هام أيضا اليوم بين أرسنال وسبورتينج لشبونة، واللي بيقدم نتائج مميزة في النسخة الحالية. كيف ترى هذه المواجهة؟ أولا سبورتينج لشبونة يجب أن يعلم الجمهور الرياضي بأن سبورتينج يحتل صدارة الدوري في البرتغال ويحتل المركز الثاني في مسابقة دوري الأبطال في هذه الصيغة الجديدة. إذن الفريق يملك أو بدأ بداية موسم أكثر من مثالية لسبورتينج لشبونة. أما أرسنال الذي يحتل رابع ترتيب البريمير ليج، المباراة ستكون امتحان ل سبورتينج لشبونة. هل سيواصل إن أطاح بأرسنال؟ يمكن الحديث عن سبورتينج لشبونة كفريق قوي سينافس في دوري الأبطال. أما أرسنال فسيحاول فرض سيطرته أو فرض طريقة لعبه مع أرتيتا في هذه المباراة. هذه المواجهة أيضا ستكون قوية وستجلب الأنظار لأنه الأمر يتعلق بسبورتينج الذي يحتل ثاني الترتيب، وأيضا بأرسنال الذي يسعى لجمع النقاط في هذه المحاولة، جمع أكبر عدد من النقاط لكي يتأهل. هذه المباراة ستكون امتحان للناديين، للنادي البرتغالي وأيضا للنادي الإنجليزي. يعني من حسن حظ الجمهور الرياضي أنه سيستمتع بمباريات مشوقة وكبيرة، ربما أبرزها الباير بي اس جي، لكن أكيد أنها ستكون سهرة أوروبية ممتعة. بالتأكيد. أشكرك شكرا جزيلا المحلل الرياضي السيد فاروق خليف، كنت معنا من باريس.